ام عيسى وسمعتني شيلة اللي هو كانت لبنت صوتها شجي جدا وجميل، اللي تقول الله يطعني وبقول الله يسبق بي جنوبي النثر هم على غيمة جنوبية. هذا اللي شاعر يعني اسمه فهد الشهراني، قصيدة جميلة طبعا ولها معاني جميلة، والبنت هذه كان صوتها جميل. قال والله يا أبو عيسى جار هذا على هذا شاعر كبير وكذا. قال والله تقدر، والله أنت قال بالله يعني هبلنا مثلها. ولا طيب، جاءت معايا في الطريق آخر هذه الليلة مسهرت لها، والحرمة راحت رقدت وانا مسهر حتى الصباح، ما هو مسهر كالبارحة. قلت والله كتبت شعره وكذا، شعره ما هو. قلت والله البنت اللي سمعتني بها سمعت بها الشباب وقالوا. قلت عجيب كذبت. قلت اي والله سمعني بها. قال يا ابن الحلال عادها مسودة وكذا مشخبطة. قلت لا سمعني سمعني بس. جيت اقراها الاخر قلت بالله زي لحنها زي صوت زي الصوت هذا زي اللحن هذا اللي او النسق يا ابن الحلال خلى بعدين القصيد يعني فيها شوية. قلت لا بالله سمعني. فقمت سمعتها وحامرت حنكرت علي وزعلت وصارت عندها لها. فالمهم اقولها على اللحن هذا يقولها. فقلت انا قلت هلا يا من سرى صوته كما نسماتي العبدي صارت نغماتي صوته مثل ما وصل موسيقيه نغم مزمار هيجني وهاج الحب في قلبي وذكرني زمان الواجد وايام العزوبيه زمان مر بي كانت رياح الشوق تعصف بي وكم عانيت بأسبابه ولا حي درابية هداك الله يا ذا الصوت على مهلك ترفق بي ما عاد القلب يتحمل غناويك الغرامية صريت معاه كالمجنون مضيع في الهوى دربي ولا ادري ديرتي في الشرق كانت ولا غربية مؤكد نغمتك هذه وراها بدر متخبي إذا يسمح يواصلني تراني صادق النية حلمت الناتي لقينا وهو أقبل يرحب بي تعال يا بعد روحي أضمك بين جنبي تخيلته يلاعبني تخيلته تلوابي تخيلت إني ألمس كل حلو فيه بيدي تخيلته يسولف لي قبل منام عن حبي وصابعات خربش في شعر راسي بحنية ويوم ان انتبهت انه بعيد له وبجنبي تكدر خاطري والهم غرسنا بالشقافية منعم هو ولا يدري بحالي والذي صربي رمى سحره وخلف كل أسباب العنالية يا ليت اني اعرف اهله او انه ساكن بقربي لسجلها بتاريخ الهوى حالة فدائية ويا ليت المنى يصبح من الواقع يا ربي صحيح اني كبرت ولكن الرغبة شبابية ألا يا ربي ترحمني إذا كان الهوى ذنبي وتغفر زلتي يا ربي واصفح عن بلاوية سلام 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 سلام